تصميم خاتم في برنامج SolidWorks. هذا هو الخاتم الذي سوف نقوم برسمه. نختار المستوي Front Plane ونرسم شكل المسدس. قطر دائرته الداخلية الماسة لأضلاعه 12 مليمتر، ثم نختار Offset بقيمة 2.46 مليمتر ونجعله للداخل باختيار Reverse. لتحديد السماكة من Futures نختار ميد بلين قيمتها 2.4 مليمتر، ثم نخلق سكيتش جديد في المستوي فرونت بلين ونرسم خط مستقيم يصل النهايتين، ثم نرسم خط موازي للسابق ونعلم الحافة من كونفرت، ثم نحذف الخط الزائد من ترين. نرسم سنتر لاين شاقولي من المبدأ، ثم من ميرور نحدد الشكل، ثم ضمن ميرور أباوت نحدد الخط المنقط الذي سيتم الانعكاس حوله. نختار فيلي بقيمة 1.2 مليمتر للحواف، من Future نختار Exitroid Cut ونختار Offset بقيمة 0.15 مليمتر ونعكس اتجاهه، ثم Blind بقيمة 2.4 مليمتر ونعكس اتجاهه ونكرر العملية على الشكل الثاني. من Futures نختار فيلي بقيمة 0.6 مليمتر للحواف الداخلية، من Reference Geometry نختار Axis، ثم نحدد المبدأ مع المستوي Front Plane فيتشكل لنا محور عمودي يمر من مبدأ الإحداثيات. من Futures نختار Circular Pattern ونحدد Axis 1 ضمن Direction والعدد 2، وضمن Futures and Faces نختار Exudes Cut 1 و 2
وفي لي 2 ليتشكل مصفوف دائري عدد عناصرها 2 حول المحور السابق. الآن نعمل فيليت للحواف الداخلية والخارجية بقيمة 0.6 ملم و 0.42 ملم على التالي. وكذلك فيليت للأوجه بقيمة 0.42 ملم. من Features نختار Linear Pattern. نكرر الشكل في مصفوفة خطية ضمن Direction. نحدد حافة باتجاه المحور X ونحدد العدد 7 والتباعد 7.48 ملم. ثم نختار Bodies ونحدد الشكل. نخلق سكيتش جديد في المستوي فرونت بلين ونرسم مستطيل أحد أضلاعه ينطبق على مبدأ الأحداثيات. طوله 363 ملم وعرضه 12.6. نرسم خط منقط من منتصف الحلقة الوسطى للأعلى، ثم نختار Mirror ونحدد المستطيل، وضمن Mirror About نحدد الخط المنقط الذي سيتم الانعكاس حوله. لتحديد السماكة من Features نختار Mid Plane قيمتها 3 ملم. نكتب فلاكس ضمن البحث ونختارها، ثم نحدد كامل الشكل وضمن تريد نغير زوايا المحاور X 0 Z 90 Y 90 درجة وذلك لقلب المحاور، ثم نختار 360 درجة ليتم لف الشكل السابق على شكل اسطواني.
نختار كومبين من البحث ونحدد السطحين ليتم دمجهما. وبالتالي نكون قد حصلنا على الخاتم أو الحلقة المطلوبة، ويمكننا تغيير ألوان سطحها حسب المطلوب وكذلك مادتها.